في هذا الفيديو تعرض مع حضراتكم تعريف للأركيتكتشر ديزاين ديسيجنز وما هي الأسئلة التي يجب معرفة إجابتها قبل البدء في الأركيتكتشر ديزاين للارج سيستم. أما السمول سيستم فليس من الضروري عمل أركيتكتشر ديزاين لها من الأساس. طبعا أنا وضحت قبل كده أن الأركيتكتشر ديزاين هي بروسيس ولكن كرياتيف بروسيس يعني مبتكرة أو خلاقة تعتمد على تايم of system being developed والrequirement من السيستم والجزء الهام جدا انها بتعتمد على الباك جراوند والاكسبيرينس بتاعه السوفت وير اركيتكت. It is better ان احنا نثينك في هذه البروسيس from the point of view of a decision perspective من المنظور اللي هو ناخد قرار وليس انها اكتيفيتي معروف ايه الاعمال التي ستتم فيها. الاركتكتشر ديسيجنز بقى ما هي؟ اركيتكت هاف تو انسر، ناخد بالنا الكلام ده، هاف تو انسر several decisive questions depending on their background and experience. The answers to these questions have a great effect on system structure and development. ده بيوضح ان احنا لازم نكون عارفين اجابات هذه الاسئلة قبل ما نبتدي زي ما وضحت في المقدمة اللي هو الاستراكشر بتاع اي سيستم للاستراكشر، وهتفيدنا بعد كده ان احنا لما نيجي نعرف ازاي الديفلوبمنت اللي هي باي وسيلة سواء object oriented او functional transformation. ما هي الاسئلة بقى؟ Is there a generic application architecture that can be used as a template؟ هل في احنا اركيتكتشر الابلكيشن موجود قبل كده ممكن ان احنا نمشي عليه نعتبره كقالب ونمشي عليه زي الداتا بروسيسنج ابلكيشن سيستم لو في موجود واحد، او الترانزاكشن بروسيسنج ابلكيشن استراكشر السيستمز اللي هي بتعتمد على الجي او اي. هاو ويل ذا سيستم بي ديستريبيوتد؟ بوضح مره ثانيه الاجابات ديت لازم تبقى معروفه لنا قبل ما نبتدي اللي هو الاركيتكتشر ديزاين. زي سنجل بروسيسور هيبقى السيستم بتاعنا ده هينفذ على كمبيوتر واحد زي الامبيد سيستم او بيرسونال كمبيوتر، ولا اكروس مالتيبل كمبيوترز اللي هي اللارج سيستمز. وات اركيتكتشر ستايلز ار ابروبريت تو ذا ابلكيشن؟ هنا نلاحظ هنا تعريف لسه هنبقى نشرحه بعد كده اللي هو الاركيتكتشر ستايل، ما هو النمط اللي هو المعماري اللي انا همشي عليه مناسب لهذا التطبيق بتاعي. هنا تعريف للاركيتكتشر ديزاين ان هو الباترن اوف سيستم ستراكشر ارينجمنت، ترتيب او تنظيم للهيكل البنائي للنظام نمط ليه، يعني زي الكلاينت سيرفر، يعني اذا كان الكلاينت سيرفر ده ستايل مناسب او اللي هو اللايرد ستايل، ودول هيتم شرحهم ان شاء الله مستقبلا. او كومبوزايت اركيتكتشر او كومبوزيت اركيتكتشر يتكون من كلاينت ولايرد ستايل. وات ويل بي ذا موست ابروبريت ستراكشر تو ميت ذا سيستم ريكويرمنت؟ ما هو الاستراكشر المناسب الذي به سينلبي الفانكشن او النون فانكشن ريكويرمنت اوف ذا يوزر؟ ده برضو كلاينت سيرفر ستراكشر ولا اللي هو layered structure. How will the system be decomposed into modules to be implemented؟ وانا وضحت في اول محاضرة خاصة بالarchitecture design ايه difference between the subsystem والsystem والmodules والcomponent. هل هنمشي بالobject oriented model يعني التنفيذ بتاعنا اللي هي decomposing the system into communicating object، يعني انت هتشتغل بالobject oriented، ولا هتشتغل بالfunction oriented model اللي هو decomposing the system into functional modules that have inputs and output. What control models should be used؟ controls اللي هيتم على السبسيستم دي هتتم ازاي؟ ايه نوع الكنترول؟ في نوع منهم centralized model اللي هو one subsystem بيبقى مسؤول عن الاذر سبسيستم، او event based model اللي هو each subsystem مسؤول عن نفسه respond to events that come from system environment or from other subsystems. How will the architectural design be evaluated؟ ناخد بالنا ازاي هنعمل evaluation architectural design وان احنا implementation ولا deployment. هنستخدم هنا 7 layer OS model او generic architecture model. How will the architectural design be evaluated؟ the design دي اللي هي السلايد دي المفروض انها تبقى قبل فاتت ان design is difficult to be evaluated because it is not deployed yet. But evaluation can be done by comparison against OSI reference. يبقى عندنا في reference زي open system اللي هو 7 layer open system interconnection، او في عندنا generic architecture models زي ما انا وضحت في السلايد اللي فات ممكن استخدامه. How should the architecture be documented؟ وطبعا انا عملت محاضرة سابقة قبل كده كلمت فيها على architecture document، فممكن الرجوع الى هذه المحاضرة. Thank you.